بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وفي أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك زلمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير، طمنينا عن حالة الطقس بقى النهاردة، هنتعرض لسقوط أمطار كتيرة ولا هتبقى خفيفة؟ طمنينا على الأخبار. طب خلينا نطمن السادة المشاهدين إن احنا اليوم بنشهد أجواء خريفية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية. في اليوم تكاثر طبعا للسحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية من الجمهورية، هيصاحبها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة جدا، هتكون غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية على سواحلنا الشمالية محافظات الوجه البحري، هتمتد كمان لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكن هي غير مؤثرة تماما، هتحسسنا فقط بالأجواء الخريفية. بالإضافة كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، تعتبر درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 28 درجة مئوية فترة النهار، يعني الطقس بصفة عامة هو طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، معتدل على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء فيها أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان أن اليوم في الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت إلى انخفاض في الرؤية الأفقية. مهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق في الصباح الباكر ناخد بالنا بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، ومتوقع كمان استمرار تكون الشبورة المائية غدا إن شاء الله الجمعة، فمهم جدا القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور، مستمرين طبعا في التحسن في الأحوال الجوية والاستقرار في الأحوال الجوية لمطلع الأسبوع القادم إن شاء الله، ومتوسط درجات الحرارة ما بين 27 و 28 درجة مئوية. طيب رغم من الأمطار اللي احنا يعني عشنا فيها اليومين اللي فاتوا، لكن الجو كمان ما كانش برد قوي، هل ده الطبيعي في الوقت ده من السنة ولا بسبب طبعا التغيرات المناخية اللي بتحصل فبيحصل تغير كمان في الأحوال الجوية عموما؟ هو بالفعل رغم سقوط الامطار اللي احنا شاهدناه الايام الماضيه واللي كان بشكل كبير يوم الثلاثاء الماضي، ان درجات الحراره ما انخفضتش بالشكل الكبير لان احنا لسه في فصل الخريف. فصل الخريف دايما معروف بتقلباته الجويه والتباين بين درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، دايما بنحس بالدفء والاجواء المشمسه فترات النهار او ارتفاع درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، بيحصل انخفاض كبير في درجات الحراره، لكن تعتبر درجات الحراره في معدلاتها ده حاجه طبيعيه جدا. ويمكن كمان ارتفاع درجات الحراره او درجات الحراره العاليه فتره النهار ده عامل مساعد جدا في سقوط الامطار، لانه بيحصل بيعمل تطور للسحب فبيساعدها على سقوط الامطار الغزيره، وده طبيعي جدا في فصل الخريف. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهره العظمى 28 والصغرى 20، العاصمه الاداريه العظمى فيها 27 والصغرى 20، إسكندرية 26-19، العالمين الجديدة 26-19، مطروح 25-19، دمياط 26-19، بورسعيد 26-19، الإسماعيلية 28-20. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 19، العريش 27-19، كاترين 20-13، طابة 29-20، حلايب 28-24، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 33-22، الغردقة 31-21. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 19، بني سويف 28-18، الوادي الجديد 29-18، أسيوط 29-16، سوهاج 29-16، قنا 30-17، الأقصر 30-18، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 19. نرجع مرة تانية لمنى وأحمد يتابعوا معنا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.